السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أخواني وأحبابي في الله، مرحبا بعمار بيوت الله في أفضل أيام الدنيا عند الله، وفي أخطر ساعات في هذه الأيام. نحن الآن في أخطر 72 ساعة في أفضل أيام الدنيا عند الله، وفي أعظم 72 ساعة في أفضل أيام الدنيا عند الله. الآن النهاردة بإذن الله طبعا ملايين الحجيج بينتقلوا إلى منى، بكرة إن شاء الله إلى عرفات، بعده بإذن الله إلى مزدلفة وإلى وإلى الحرم المكي مرة تانية، بعده إلى منى. دي أيام المناسك كلها بقى التي نحن فيها، وطبعا والحجيج بيتحركوا من منسك إلى منسك، الواحد قلبه بيتحرك معهم من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى والشوق إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. واحنا عايزين نقول يا رب، الرجالة مش على عرفات بس، والرجالة مش على منى بس، والرجالة مش على مزدلفة بس، والرجالة مش في المناسك بس، والرجالة مش اللي بتطوف وبتسعى في هذه الأيام المباركة وفي يوم الحج الأكبر بس. يا رب ادينا زي ما بتديهم، وافتح علينا زي ما بتفتح عليهم. يا رب ما انزلته على عبادك الصالحين وعلى الحجيج في هذه الايام من فتح ونصر ومدد وبركة ونور، فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب. انا اسف يا اخواني في الله طبعا على التأخير، يعني سبحان الله العظيم، انت في الدنيا ممكن تتأخر، ولكن في الاخر مهما كان المشوار، حتى لو هتدي درس ملحوقة، ولكن القضية هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. في ناس هتفضل تتأخر عن ربنا لحد، يعني ربنا يحفظنا يا رب. انت عارف بقى لما لما نديك وانت تتباطأ في الاخر، يا عم مش عايزك، يعني استغفر الله العظيم والله، ولله المثل الاعلى: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالانسان لما بيتأخر في الدنيا ملحوقة يا اخواني في الله، لما بتتأخر في مشوار ملحوقة، لما بتبقى رايح مشوار وتتوه في الطريق وتوصل متأخر برضو ملحوقة. ولكن القضية لما تتأخر عن الله، لما تتأخر عن تلبية ندائه، لما تتأخر عن السبق إليه، لأن في ناس ما بتتأخرش. احنا الوقت قاعدين في مسجدنا هذا بإذن الله، وفي ملايين الوقت قاعدين يسعوا إلى الله بالحج ويسعوا إلى الله بالتبتل، سالكين إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت لو وقفت، في ناس مش هتقف، تذكر هذا جيدا. يعني طويل جدا بصراحة، مش طويل بس، طويل جدا يا اللهم لك الحمد، طويل جدا جدا، وعشان يعني عشان شغل الواحد الدنيوي، مش عشان فالواحد والله يا اخواني، يعني وانا امبارح بصلي كده العصر، انا حسيت باحساس غريب جدا، ان الواحد مننا ممكن يكون بيتعب قوي عشان شغله. كل واحد منكم بالتأكيد حس الاحساس ده، كل واحد من اللي قاعدين قدامي دلوقتي، اي حد من اللي قاعد قدامي دلوقتي، اخ من اخواننا، اخت من اخواتنا، اي حد في اي مكان هيبقى حاسس بده. احنا بنتعب قوي عشان الدنيا، لما بنشتغل في الدنيا بنتعب قوي، وفي الاخر ممكن تلاقي يعني مهما تعبت الدنيا ما بترحمش. الدنيا مش سهله، الموضوع مش بسيط، ده في مقاييس وفي كل حاجه لها مقاييس دلوقتي في الدنيا. وانا بصلي العصر امبارح انا قلت يا رب، احنا في الدين يا رب مش بنعمل كده خالص، يعني احنا في الدعوه الى الله، في العباده، في ورد القران، في الذكر، في اي عباده من احنا مش بنعمل كده يا رب زي ما بنعمل في الدنيا. ولا واحد من اللي قاعد في المسجد دلوقتي لما بيشتغل في دينه بيعمل ربع اللي بيعمله في دنيته، ومع ذلك يا اخي سبحان الله العظيم ربنا بيقبلنا وبيغفر لنا وبيحلم علينا وبيشبرنا وبيرفعنا في مقامات الايمان وفي القرب منه، وبيقبلنا وبيغفر لينا. قلت سبحان يا رب، سبحان الله، لو ربنا كان عاملنا في الدين بالايزو زي ما اهل الدنيا بيتعاملوا، لو ربنا كان عاملنا في الدين بالمقاييس زي ما اهل الدنيا بيتعاملوا، والله يا اخواني ما كان نفع لنا عمل، ولا كان قبل لنا عمل، ولا كان استقام لنا عمل، ولا كان استقام لنا حال. قد ايه ربنا حليم علينا، قد ايه ربنا غفور لينا، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رؤوف بينا، قد ايه ربنا بيقبل منا اشياء فعلا. والله وجئنا ببضاعة مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة. ما ارحم الله وما احلم الله وما اكرم الله، مفيش حد هيعاملك زي ربنا. كل الناس بتعاملك عشان تاخد منك، ربنا بيعاملك عشان يديلك. مفيش حد هيكرمك زي ربنا، مفيش حد هيعطيك زي ربنا، مفيش حد هيحلم عليك زي ربنا. من اعرض عني ناديته من بعيد يبعد، ومن اقبل علي تلقيته من تلقيته من بعيد. من اعرض عني ناديته من قريب، ومن اتاني تلقيته من بعيد. من اعرض عني ناديته من قريب، بيبعد ومع ذلك ربنا بيقرب منه. تبعد وربنا هو اللي يقرب، مين اللي بيقرب من مين؟ مين اللي بيتودد الى مين؟ زي ربنا لما بيتنزل في الثلث الاخير، مين بينادي على مين؟
مين اللي محتاج مين؟ ومع ذلك هو اللي يتنزل ليك واللي يتودد ليك وهو اللي ينادي عليك. من اعرض عني ناديته من قريب. ربنا اللي يقرب منه رغم انك بتبعد. ومن اتاني تلقيته من بعيد. ولله المثل الاعلى. زي ابنك اللي عنده سنتين كده وبدأ يتعلم المشي ولا سنة ونص وجاي لك فرحان وانت عارف انه واقع على وشه مش هيقدر يكمل المسافة الطويلة اللي بينك وبينه ديت وبيجري لسه مش قادر تقوم تاخده وتقوم تحطه في حضنك رحمة بيه وحنانا عليه. تلقيته من بعيد. ربنا يعلم انك لما بتبعد لما بتيجي تقرب لو ربنا سبحانه وتعالى ما فتحلكش الباب فورا مش هتقدر تصبر والشيطان يوقعك تاني وهتبعد تاني وهتغفل تاني. فربنا يتلقاك من بعيد من وانت جاي من بعيد وربنا يتلقاك ويفتح لك بابه ويرقف بيك ويجبرك ويقومك من وقعاتك. سبحان الله العظيم. سبحان الله في معاملته العظيمة الكريمة. اخواني واحبابي في الله اخطر 72 ساعة في افضل ايام الدنيا عند الله. اعظم يوم في الدنيا كله هو يوم النحر يوم الحج الاكبر اللي هو عاشر هذه الايام. ده اعظم يوم. بعد كده الدرجة اللي بعدها يوم عرفة دي اليوم الثاني بعده يوم عرفة. اليوم الثالث بعده يوم التروية. سبحان الله شوف يوم عرفة بقى اليوم اللي كلنا قلوبنا بتنبض يعني واحنا قاعدين مشتاقين ليه وبنتفاجئ. ودكتور غريب زي ما قال ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني بره فوعد فبر عمل لنا الورقه بتاعت يوم عرفه من بلاد جديد. بس واضح ان هو ولاده قيصريه يا جماعه لان الورقه كبيره جدا بصراحه. بس يعني ايه كل دي اعمال صالحه في يوم عرفه مش عارف هنعملها ازاي بس ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا وهيمدنا من عنده باذن الله. يوم التجلي يا اخواني في الله يوم التجلي يعني في الثلث الاخير من الليل تنزل في النصف من شعبان الطلاع انما في يوم عرفه تجلي. فانت متخيل هذا الكلام بقى يوم التجلي الله سبحانه وتعالى واعظم يوم يعتق الله فيه رقاب عباد من النار. تخيل كده انت في رمضان بقى واحنا في كل ليله من ليالي رمضان والليالي الوتريه ونقول اللهم اعتق رقابنا من النار. عرفه اكتر من رمضان في عتق الرقاب من النار. يوم عرفه اكتر من رمضان في عتق الرقاب من النار. وده مش اعظم ايام العشر. ده تاني يوم بعد يوم العيد. يوم العيد ده اللي الناس بتقضينهم ده من اوله لاخره. ده اعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى. اعظم ايام الدنيا قاطبة. فالمفروض ده من ايام الاستيقاظ لحد مغروب شمس اول يوم العيد تغيب. المفروض ان انت يعني الحماس بتاعك بيزيد والانطلاق بتاعك بيزيد والعمل الصالح بتاعك بيزيد. وان كان اول يوم العيد زي ما هنقول كده بكرة باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يا رب يعني ربنا يعيننا ويتم لنا بخير يا رب زي ما نقول بكرة بعد افطار عرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونيجي نتكلم بقى على ماذا بعد العشر وماذا في نهاية العشر وماذا في أعظم يوم من أيام الدنيا عند الله. بعد كده يوم التروية اللي هو الحجاج. الوقتي بقى الدنيا مقلوبة في منى الوقتي وملايين الحجاج بتنتقل إلى هناك الآن وفي اللي انتقل وفي اللي بينتقل. ده يوم التروية اللي هو الاستعداد لعرفات. الرسول عليه الصلاة والسلام سن سنة إن عشان عرفات يوم عظيم أوي الحجاج ما ينتقلوش من مكة العرفات في هذا اليوم. لا ينتقلوا في اليوم اللي قبلها من عرفاء من مكة لمنى وبعد كده من منى العرفات. ليه يا رسول الله؟ هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام انك لازم تستعد ما تاخدش الموضوع واحدة مرة واحدة عشان ما مش هتقدر تكمل. لازم تستعد ولازم تقرب واحدة واحدة. سنة الترقي التدريجي. اخطر 72 ساعة يعني العشر ذي الحجة دي تصاعدية اخواني. كل ما الايام بتدخل جوه اكتر كل ما الثواب بيزيد اكتر وكل ما الفضل بيزيد اكتر. فانت الوقت في اخطر 72 ساعة في افضل ايام الدنيا عند الله بدأوا من مغرب امبارح. يا ترى انت هتعمل ايه بقى؟ ما عادش غير 3 ايام اخدنا في المسابقة. اليوم اللي بدأ النهاردة ده ويوم عرفة بكرة باذن الله اللي احنا المفروض هنبقى بقى من ايه؟ من الفجر من قبل الفجر من بعد العشاء قاعدين طبعا مستنيين يعني سنة يعني بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من علماء السلف وأئمة السلف التعريف بالامصار انه ما كانوش قادرين يتقبلوا ان يوم عرفة الناس قاعدة تهتف وتلبي هناك واحنا قاعدين هنا كده نصلي جماعة ونطلع نقعد في بيوتنا. يعني لم تستطيع نفوسهم ان تتحمل هذا. فقالوا نعرف بالامصار يعني نقلد اهل عرفة في الامصار في البلاد يعني ننزل في مساجد بلادنا وندعي ربنا. طب وانت الوقت ما انتش واقف في عرفة؟ قالك يا عم ربنا كريم هنعمل ايه؟ هو ده اللي قدرنا نعمله يا رب. لو كنا قدرنا نقف معاهم كنا وقفنا معاهم كان زماننا على وقفة عرفة الوقتي ولكن احنا في بلادنا. فيا رب احنا في بلادنا هنعمل نفس اللي يعملوه وهنعكف على عبادتك يا رب. والا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم عرفة يكفر صيامه سنتين ده صيامه بس فما بالك بباقي عبادته. والحجيج طبعا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج انهم بيصوموا يوم عرفة صح؟ ما بيصوموش. يبقى اذا الحديث ده لمين؟
للي ما بيحجش. يبقى الحديث ده اصلا للي ما بيحجش. يعني النبي بيقول للي ما بيحجوش ثواب عرف، لان اصلا النبي عليه الصلاة والسلام قالك ان الحجاج ما يصوموش يوم عرفة عشان يتفرغوا لما هو اعظم من الصيام وهو الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة رفع ايده بعد الظهر، ما نزلهاش غير اذان المغرب، غير عند غروب الشمس، همة جبارة في الدعاء والتضرع والتوسل الى الله سبحانه وتعالى. فيوم عرفة ده يوم علو همة. فتخيل انت بقى انك انت هنا ثواب اللي قاعد هنا الصيام بس يكفر ذنوب سنتين وسنة ماضية وسنة آتية. تخيل كده وما فيش عمل صالح في الإسلام من أوله لآخره، بيقولك انك انت بيغفر لك مقدم. العمل الوحيد هو صيام يوم عرفة، فما بالك بيوم عرفة بقى، ما بالك بعرفات الله، وما بالك بباقي الأعمال الصالحة يوم عرفة بقى. إن شاء الله بإذن الله يبقى معنا دكتور غريب هنا إن شاء الله بإذن الله، يعني هنبقى كلنا طبعا موجودين بإذن الله سبحانه وتعالى وقاعدين نعبد ربنا، وممكن الظهر بقى إيه نخرج نعمل الأربع حاجات بتوع سيدنا أبو بكر، نتبع جنازة ونعود مريض ولو ما فيش جنازة نموت أي حد مننا تعرفين الحاجات اللي بنعملها في العمرة دي، وندور على أي حد مننا عنده زكام ولا حاجة ونزوره. يعني هندور إن شاء الله بإذن الله وهنسعى إن شاء الله بإذن الله، وزي ما قلنا يعني هنور الله من أنفسنا خيرا. إن الرجالة مش على عرفات بس، إن في ناس رجالة بتعبد ربنا وإن لم تدرك الحشيش، هننافس الحشيش بإذن الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة سننافس الحشيش. إخواني وأحبابي في الله، دائما الجوائز الربانية العظمى بتكون في نهاية الأعمال، يعني ساعة الإجابة يوم الجمعة، ساعة الإجابة اللي انت بتقعد تستناها طول الأسبوع، ساعة الإجابة بتاعت يوم الجمعة إمتى؟ أغلب الأقوال على إنها الساعة اللي قبل المغرب في النهاية بتاعته خالص. طيب ليلة القدر في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك التمسوها في السبع الاواخر من رمضان، جمهور الفقهاء يقول لك ليه 27، هو في ايه في الاخر في الاواخر؟ انت عايز الجوائز العظمى يبقى في الاواخر. العداء لما بيجي في نهايه السبق بيجيب اخره في النهايه بقى، يعني فانت الوقت في نهايه هذه المنافسه العظيمه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن الان في نهايه المنافسه، في نهايه منافسه العشر، في نهايه هذه المنافسه العظمى ما بين خواص الخلق عند الله سبحانه وتعالى. يا ترى هتجيب اخرك في المنافسه دي ازاي؟ هتجيب اخرك في الذكر، هتجيب دي نهايه الفرصه اخواننا خلاص. بعد كده 10 شهور بقى عما يجي رمضان تاني، 10 شهور عما يجي المواسم الفاضله تاني، 10 شهور عما نعيش الاجواء الايمانيه اللي احنا عايشينها، ويلا وافضل ايام الدنيا وارجى وازكى واعلى. ولسه من شهرين في رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، واللقطة بقى لنا 3 شهور حاله طوارئ في حياه المؤمنين على وجه الارض كلها، مواسم ورا مواسم. هنخلص التلات ايام دول وهنقعد غلابة كده يا اخوانا 10 شهور لحد ما تيجي المواسم مرة تانية، ولحد ما تيجي هذه النفحات العظيمة. واسأل الله ان يجعل ايامنا كلها نفحات، وان يجعل ايامنا كلها فتح ومدد ونصرة وبركة ونور وحفظ وهدى من الله سبحانه وتعالى. بس يا اخواني لازم ندرك هذه الحقيقة، عايزين نجيب اخرنا في هذه الاوقات، لان اعظم فتح الله واعظم عطاءات الله واعظم عتق من النار واعظم رحمات واعظم نفحات في ال 72 ساعة اللي احنا فيهم، اللي تشيل منهم 12 ساعة بقى كده يبقى في ال 60 ساعة اللي احنا فيهم دول المسابقة الختامية النهائية. عايزين ننطلق، عايزين نغذ السير الى الله، عايزين نور الله من انفسنا خيرا. اللهم بارك لنا في الساعات الباقية من عشر ذي الحجة، اللهم بارك لنا في الساعات الباقية من عشر ذي الحجة. اللهم يا ربنا انا قصرنا فيها، وما عبدناك كما اردنا، وما اجتهدنا في استرضائك كما أردنا. اللهم اجبر ضعفنا، اللهم اجبر نقصنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم احلم علينا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا عيوبنا واستر لنا عوراتنا. اللهم اغفر لنا مغفرة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، وارزقنا قياما ترضى به عنا، ارزقنا صياما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. يا ربنا قصرت عزائمنا بنا، يا ربنا احاطت الفتن بنا، يا ربنا كثرت ذنوبنا علينا، يا ربنا يا ركننا الشديد ويا املنا الوحيد، لا امل لنا الا فيك ان تجبرنا وان ترحمنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من العجز والكسل يا ربنا. اللهم إنك فتحت على كثير من عبادك في هذه الأيام
فصابوا وقاموا وذكروا وشكروا وعبدوا يا ربنا، فأنزلت عليهم من بركاتك ورحماتك وفضلك ومنك. اللهم ما أنزلته في هذه الأيام العشر وفي هذه الليالي العشر من فتح ونصر ومدد وبركة ونور وحفظ وهدى، فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب يا رب. يا ربنا جئنا ببضاعة مزجاة، يا ربنا يا ربنا نستحي ونحن نسألك فضلك، نستحي ونحن نسألك عفوك، نستحي ونحن نسألك رضاك، ولكنك أملنا الوحيد، ولكنك أملنا الوحيد، ليس لنا سواك، لا رب لنا إلاك. اللهم بارك لنا فيما بقي من عشر ذي الحجة، اللهم بارك لنا فيما بقي من عشر ذي الحجة، اللهم بارك لنا فيما بقي من هذه الأيام العظيمة. اللهم إنا نتعرض لنفحاتك، اللهم إنا نتعرض لرحماتك، اللهم إنا نتعرض لكرمك، ولا نملك من العمل شيئا، بل ذنوبنا كثيرة، ولا نملك إلا أن نتعرض لرحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا فيما بقي، واغفر لنا الزلل فيما مضى، وأصلحنا واجبرنا وارفعنا، واغفر لنا وارحمنا واهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. غدا إخواني في الله يوم عرفات الله بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني طبعا أنا اجتهد قدر الوسع إن شاء الله بإذن الله. أنتوا عارفين إن في قولين للسلف في يوم عرفات، قول إن كل واحد يجتهد بقى ولكن إيه يعني من غير تعريف بالأمصار، وفي قول قوي جدا جدا والأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء وأجازه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو التعريف بالأمصار، إن الناس تعكف على عبادة الله في هذا اليوم. ان شاء الله باذن الله هنجمع ما بين الاقوال وهنعبد ربنا باذن الله طيله اليوم باذن الله سبحانه وتعالى لحد ما نفطر مع بعض ان شاء الله باذن الله، وفي النص برضو هنخرج نتبع جنازه، يعني هنجمع ان شاء الله باذن الله كل ما نعرف من ابواب الخير بعون الله وبمدد الله. عايزين نجهز نفسنا بقى ان شاء الله باذن الله، اللي عايز يعتكف من بدري ويتجهز. طبعا الصح بقى انك انت تنام كويس جدا بالليل النهارده باذن الله سبحانه وتعالى استعدادا لذلك اليوم العظيم، لان يوم عرفه ده ونشط كده حاجه بقى ايه حاجه وريد كده قوية كده، فيوم عرفة بيبقى محتاج تجهز شديد جدا واستعداد قلبي وإيماني وبدني وكل حاجة بإذن الله. ربنا يسددكم يا إخواني، لا تنسوا ذلك اليوم العظيم الذي يعني أصبحنا على فطرة الإسلام فيه، وهو يوم التروية اليوم الثامن، وده تالت يوم في التعظيم في عشر ذي الحجة بعد يوم النحر ويوم عرفة. فنسأل الله أن يفتح علينا كما فتح على عباده الصالحين، ونسأل الله أن يؤيدنا بروح منه وأن يمدنا بمنن من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.